السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي على المتابع على العرب الجميل. بالنسبة لإخواتنا الجزاريين تعالوا لي كده على جنب، إحنا لينا جمجمة عندكم، لينا جمجمة عندكم وعايزينها دلوقتي حال. يا أخويا ما تعمرش راسك، ما إحنا كمان رانا لينا جنود عندكم مدفونين في السويس. خوا خوا يا قبل ما نبدأ الفيديو، شكرا جدا لكل من وحش صوتي وما بينزعجش منه أبدا. الناس اللي بتعمل لايك على الفيديو بتاعي أول ما يشوفوا وشي بس، شكرا يعني. فيا ريت بعد إذن حضرتك يعني لو شفت الفيديو دوت اعمل له لايك، ها، ولو مش مشترك في القناة يبقى اشترك في القناة ونحاول نوطي صوتنا والله، ولكن عايزين بقى نتحمس شوية، اسخن معايا شوية يلا. هرش هرش. النهاردة 5 جويلية، وده مش عيد ميلادي طبعا عشان أقول لك تقول لي كل سنة طيب والكلام، ولكن النهاردة عيد ميلاد أعظم ثورة اتعملت في القرن العشرين وهو عيد الاستقلال الجزائري. خلي بالك يعني عزيزي لو أنت مصري أو تونسي أو بتاع لازم تعرف المعلومات دي، لازم تعرف إن الجزائر احتلت أكتر من 132 سنة. وكانوا قبل الاحتلال 9 مليون نسمة، وبعد ال 132 سنة للأسف برضو فضلوا 9 مليون نسمة. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان كانت فرنسا بنت الوسخة كانت بتبيد بالقبائل وبالمدن، ولكن مع ذلك الجزائريين انتصروا لانهم اصحاب حق. بقى الثورة الجزائرية عشان تبقى فاهم يعني هو ان الشعب الجزائري اكتفى خالص بالوعود الكاذب. فرنسا كل شوية تقول لهم ان شاء الله هنبقى هنخلع من بلدكم كمان سنة كمان سنتين، لحد ما قالت لهم طيب تعالوا الجيش الجزائري تعالوا معانا حرروا بلدنا فرنسا، واخد بالك، وبعد ما تحرروها ان شاء الله هنسيب بلدكم في حالها. ولكن ما طلعش وعد رجالك كما تقولوا يعني، وفضلت الجزائر يا عزيزي مستمرة في ثوراتها، واخد بالك، وكل شوية يعملوا ثورات وانقلابات وبتاع، لحد ما فرنسا يعني اعتقلت اهم واحد فيهم وهو السياسي مصالي الحال. الجزائر برضه فضلت مستنكرة هذا الاضطهاد من قبل الفرنسيين، وبعد كده عملوا العلم بتاعهم اللي اتعمل خصيصا بهذه المناسبة يعني، واترفع العلم الوطني في الأرض الجزائرية، واللي عمل العلم دوت تاجر اسمه البشير عمرون. ولكن الحرب على الجزائر اشتدت جدا وراح بسببها مئات الالاف من سنة 1954 ل 1962، يعني 8 سنين. ولكن كما تقولوا يعني وزي ما الجزائريين كانوا بيقولوا موت واقف عليه، الجزائري كان بيموت واقف ولا يهمه ولا اي حاجة. ما تلفش عليه موت واقف. بعد هذا الصمود يا عزيزي وبعد ما الجزائريين اثبتوا لفرنسا ان اخر حاجة يفكروا فيها هي ارواح، لا فارق معهم اي حاجه غير ان هم يحرروا بلدهم وبلدهم تبقى مستقره، اعلن بقى تشارلز ديجول بتاعهم ان الجزائريين لهم الحق في تقرير مصيرهم، وانسحبت فرنسا تماما وبقى الجزائر مستقله من سنه 1962. النهارده بقى الجزائر استلمت 24 شهيد من فرنسا، واخد بالك، من ضمنهم المصري موسى الدركاوي. موسى الدركاوي ده شاب مصري عادي، اتولد في دمياط وبعدين جاله مرض خبيث في راسه، طلع بسرعه على سوريا قال لك اروح اتعالج، ومن سوريا طلع على تركيا، ومن تركيا استقر على طول في الجزائر. موسى الدركاوي عزيزي شارك في المقاومه الجزائريه وحارب مع الجزائر في الثوره وكده يعني، ولكن القائد الفرنسي اللي اسمه هربيون دوت قطع راس موسى الدركاوي وخدها ووداها متحف الانسان. متحف الانسان ده في فرنسا فضلت اكتر من 170 سنه جمجمه موسى الدركاوي، والنهارده افرجوا عنها، او من 3 4 ايام افرجوا عنها، والنهارده اتدفنت يعني ومعاه 23 شهيد جزائري. النهارده سلموا 24 جثه جزائريه من ضمنهم المصري موسى الدركاوي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان احنا كنا زمان خوا خوا، مش دلوقتي يعني، ماليش دعوه بدلوقتي، دلوقتي بسم الله ما شاء الله مش فرحين ان احنا نشتم في بعض ونقعد نسب بعض والكلام، ولكن زمان بقى كنا كلنا مترابطين مع بعض، الدول العربيه كلها كانت واحده وكانت حاجه حلوه قوي، ولما كنا نسمع النشيد وطني حبيبي الوطني الاكبر، وكنا بنتكلم على الجزائر وسوريا والمغرب وفلسطين وتونس والسعوديه والامارات وكل الدول العربيه كانت حاجه حلوه دي. انما دلوقتي احنا مش حاسس، كل واحد في وادي وفرحين ان احنا نقعد نتعارك مع بعض ونقعد نختلف مع بعض ونعمل مقاطعات مع بعض ونصعب التأشيرات على بعض
فاهمين يا جزارين؟ ها نصعب التأشيرات على بعض، بقالي اكتر من سنتين بحاول اجي مش عارف. ادي الكورونا جت اهي، ادي الكورونا جت وادينا قاعدين في البيت اهو، ولا عارفين نيجي ولا نروح، ولكن ان شاء الله لما تشال الكورونا نتعظ من هذا الدرس، والتأشيره هتبقى سهله على المصريين. سهلوا التأشيره على المصريين، وكذلك المصريين يسهلوا التأشيره على الجزائريين. خلوا في سياحه داخليه. انت يا بتاع التأشيره، بالمناسبه انا هخرج عن السياق، انت يا بتاع السفاره يلي كنت كل شويه اقعد اروح لك تقول لي مكاش مكاش، اسال الناس اللي جنبي يعني ايه كلمه مكاش يا جماعه، بيقول لي ايه الراجل ده، يقول لي يعني لسه، اقول له يا استاذ طب ده بقالنا شهرين بنقدم على تاشيره، مش فاهم يعني، وانا بقدم على عمره ولا، يقول لي لا مكاش مكاش. في الاخر قال لي بقول لك ايه، اعمل ورق من اول وجديد، وانا سمعته سيمفونيه بيتهوفن ولكن من مراخيري، وخدت بعضه ومشيت. النهارده برضه خمسه جواليه، ولكن توفت اخر هوانم مصر الاستاذه او الفنانه رجاء الجداوي. معرفش برضه حصل جدال غريب قوي، الناس تقولك لا ما تترحموش عليها، هي ملحده يا ابني، دي واحده مسلمه زينا زي ما الناس دعوه باعمال، ولا يقولك لا تترحم على واحده فنانه، تترحم على واحده مش عارف، لا ما تترحموش عليها. وحصل جدال وخناقات وبتاع، فخليني انا هنا اقول ربنا يرحمها طبعا، وربنا ان شاء الله يحطها في مكان احسن من هي كانت تتوقع، وان شاء الله يسامحها ويغفر لها. بس ديننا علمنا كده التسامح يعني. وبرضه في حرب شديده على عبد الله رشدي اللي هو الشيخ المصري، اللي هو حاول ان هو يوضح اسباب مثلا الاغتصاب في الفيديو بتاع امبارح نزلت فيديو بخش اشوفه، اسباب الاغتصاب ولازم يبقى فيه حشمه، ولازم برضه فيه هجوم عليه وحاجه تسد النفس برضه. اخيرا طبعا ربنا يزيح عننا وباء الكورونا ده من جميع الدول العربيه، ولكن عندي عتاب من اخواتنا الجزائريين، كل ما اكلم واحد جزائري يقول لي انا مش معترف بالكورونا، مش معترف بوجوده، هي الكورونا دي ماده في الدستور، هو رئيس جمهوريه مش يعني مش معترف، وباء يا ابني وموجود، خلي بالك، يقول لك لا انا مش معترف، انا مفيش حد في البيت اللي جنبي، انا مش عارف، البس الكمامه كده زي ما كل الناس بتلبس، ها كل البنادمين بيلبسوا كمامه، وعقم ايدك كده وخلي بالك من نفسك. وضع رجل هندي كمامه مصنوعه من الذهب بقيمه قال انها تقرب من 4000 دولار للوقايه من فيروس كورونا الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند. واشار رجل الاعمال شنكار كورهادي الى ان الكمامه مصنوعه من أنصتين من الذهب، وقد استغرق إنجازها 8 أيام. لا انا اقصد تلبس الكمامه بتاعتنا بتاعت الناس الغلابه اللي زينا، سيبك من راجل ابن الوسخه ده، ده هو فاكر لما يلبس كمامه ذهب والكلام ده كله الكورونا تيجي تقول له اي ام سو سوري ما اعرفش والله انا حضرتك جايب كمامه من الذهب، لا خلينا بعيد احسن. حابب برضه اقول ان سبب غيابي فترات كبيره يعني، عشان لما كنت بشوف التعليقات الاقي الناس تقعد تقول لي انت صوتك مزعج، انت صوتك وحش، انت مش عارف ايه، يا جماعه ما انا بشر، باخد الكلام وبقعد ازعل وبتاع، ولكن اخيرا بقى، اخيرا وليس اخيرا، اقسم بالله العظيم هاخد كلامك وارميه بارض الحائط كده، انا ولا هيشغل دماغي حاجه، هعلي صوتي واتكلم وبتاع، واللي عاجبه على كده يتفرج، يتفضل يتفرج على القناه بتاعتي، مفيش مشكله، مش عاجبك يا سيدي اخلع كده وخليك خفيف وسيب مكان لغيرك، مفيش مشكله. ان شاء الله ما تنسوش يعني تعملوا اشتراك في القناه لو انت عجبك الحلقه يعني، ولو عايز تعمل لايك مفيش مشكله اعمل لايك، وبقى فعلنا زر الجرس ها، وسيب لنا رايك تحت الكومنت، وان شاء الله قريبا هنتكلم على موضوع مهم في مصر وهو سد النهضه وحربنا مع ليبيا وحربنا مش عارف مع ايه ولا بتاع، هنحاول نجمع هذه المعلومات ونعملها لكم في حلقه جديده. سلام عليكم. قسما بالنازلات المحقات والدماء الزاكيات الطاهرات، قسما بالنازلات المحقات والدماء الزاكيات الطاهرات، والبنود اللامعات الخافقات والجبال الشامخات الشاهقات، نحن صرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا اشهدوا اشهدوا أن تحيا الجزائر.